فاطمة زهرة الرئيسي مهندسة الدولة للجمارك. احنا كيحصل لنا اليوم الشرف كإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بالمشاركة في المعرض الفلاحي الدولي لمكناس في دورته 15. إذن كيف ما كتشوفوا معايا احنا اليوم كنتواجدوا بالقطب الدولي ولهذا دلالات متعددة. فنحن اليوم نستقبل مختلف لي زوبيراتور ايكونوميك خصوصا سو كي اكزيرس دون لو دومين دو لاغريكولتور وهذا في اطار تشجيع على الاستثمار الفلاحي بالمغرب. دونك حنايا اليوم في ستوند ديال ادارات الجمارك والضرائب الغير المباشره كنجاوبوا على جميع التساؤلات اللي كتطرح لدى الفاعلين الاقتصاديين خصوصا في مجال الفلاحه، مثلا التساؤلات المتعلقه بالرسوم والمكوس الجمركيه او التساؤلات المتعلقه بالرقمنه ديال الديدوانما او ماروك. ميرسي.